على غرار ألمانيا، أعلنت بلجيكا تسهيل منح تأشيرات للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال ممن لديهم عائلات وأقارب هناك، في حين قالت هولندا إنها تدرس القرار أيضا وسط ضغوط من أحزاب هولندية على الحكومة للالتحاق ببلجيكا وألمانيا. وبحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا عن وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول ديمور، فإنه يمكن للأتراك والسوريين الذين تضرروا من الزلزال والذين لديهم أقارب بلجيكيون الحصول على تأشيرة مؤقتة لبلجيكا بشكل أسرع، موضحة أنه بهذه الطريقة يمكنهم العثور على مأوى مؤقت مع أقاربهم. كما سيشمل القرار أيضاً الأشخاص الذين يوجدون في بلجيكا ولديهم تأشيرة إقامة قصيرة وسيضطرون قريباً إلى مغادرة البلاد. وتقول ديمور يمكن لهؤلاء الأشخاص التقدم للحصول على تمديد، لا يمكنك العودة إذا لم يعد منزلك موجوداً، ولكن عادت وأكدت أنهم سيبقون في بلجيكا لمدة قصيرة بحد أقصى 3 أشهر وسيقومون مع أقاربهم وليس في مراكز الاستقبال، ولا يتعلق الأمر أيضا بطلبات اللجوء. أما هولندا فقد لفت وزير خارجيتها إلى أن بلاده مهتمة بشكل أساسي بتقديم المساعدة الماسة حاليا، لكنها تريد دراسة احتمالات تقديم تأشيرات مؤقتة للسوريين والأتراك المنكوبين الذين لديهم عائلات في هولندا، وتقول إنه يجب استكشاف جميع الجوانب لمعرفة ما يمكن فعله للمساعدة. فهل سنجد في الأيام القليلة المقبلة تسهيلات حقيقية بمنح تأشيرات للمتضررين؟ أم سنصدم بشروط قد تكون أصعب من الشروط التي وضعتها ألمانيا لمنح تأشيراتها؟